بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، الحمد لله تعالى وتوفيقه تم استلام عدد 3 طن من اللحوم الطازجة من مديرية أوقاف الإسماعيلية ليبلغ إجمالي ما وصل إلينا 42 طن، وحسب تعليمات معالي الدكتور الوزير توزع هذه اللحوم على الإدارات الفرعية والمساجد الكبرى لتوزع على الأسر الأولى بالرعاية. حافظ الله مصر وشعبها وجعل هذا العمل في ميزان حسنات الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.